ما تخافش موافقة، ما تخافش رفض، هذه شقة احتجاجية. الله يسلمك يا فندم. غادي تمشي اختك، غادي تمشي دوك الطريق ديال علاش يا بوحدي، يا سلام يا بوحدي وحبسني ولا سير العيد وحشومه. الدستور تعطينا حقنا في الاحتجاج، حنا لا باستعمال القانون. هادشي لعبد الله. حافظاً التلقيح الاجباري، حنا ضد ديال التلقيح الاجباري ملي كان اختياري. حنا يعني كل واحد عنده الحق انه يتلقح ولا ما يتلقحش، هذاك شغله يعني. تم كانت ديك الساعه حريه الاختيار ديال التلقيح، دابا ملي ولا اجباري حنا ضد السلطه. مادام هما ضدنا حنا ضدهم، فين ما باغيين يوصلوا نوصلوا، يعني فين ما باغي يوصلونا نوصلوا معاهم، ما عندناش حنا مشكل، حيت حنا الشعب اللي ما كيخافش، حنا الشعب الوحيد اللي ما تيخافش. نقدر نقول ما تنخافوش من اي حاجه، سواء كانت السلطه سواء كان هذاك الشيء. علاش اليوم خرجنا وحنا تنقولوا حنا ضد جواز الاجباري ضده، يعني هذا الشيء علاش خرجنا اليوم. مشروع ما كنتسناوش حنا كشعب اننا ناخذ الترخيص، شكون اللي كياخذ الترخيص؟ جمعيه حقوق الانسان، الاحزاب. مادام حنا كشعب ما عندناش الحق، يعني ما عندناش اننا ناخذ الترخيص، ما عندناش هما حق باش يطالبونا في الترخيص، حيت حنا هضرنا على واحد الحق اللي هو حق جماعي، اللي هو حق ديال الشعب، اللي حنا اللي خاصنا نهضروا، حنا اللي خاصنا نوصلوا واحد الرساله. كنقول لهم ان هذا جواز التلقيح الاجباري ماشي غير جواز التلقيح الاجباري، اي حاجه اجباريه حنا ما عندنا ما نديروا بها شيء، ما عندنا ما نديروا بها، حيت حنا كنقولوا حنا في دوله ديمقراطيه. مادام كنشوفوا هذا الشيء اللي كنشوفوا حاليا، راه حنا في دوله ديكتاتوريه، ما كاينه لا ديمقراطيه لا والو، حنا في دوله ديكتاتوريه. واقف على السلام عليكم اخويا، بغينا الاطباء اللي بغى يدق الشوكه يديروا ليه تحليله في البلاصه، الا كان التزموا يدق يدق، ولا كان ما التزموش يدق ما يدقاش. بحالي انا عندي الروماتيزم، عندي القواطر، عندي القواطر ديال ديك الكراديه ولا سميت هذيك في الكلوه، عندي الروماتيزم، عندي السيفيليز في الدم، ثلاثه الكروات. الا كانوا هاد الجلبه كضرني بلا ما يعدموني ويخلوني قاعده في الركنه، يقتلوني خيار نيشان. الله يرحم الوالدين، راه 100 و100 و200 بحالي من غير الشباب. ما حنا عطا الله اللي عطاه، درنا الستينات والشباب ديالنا عباد الله، الشباب ديالنا الله يرحم لكم الوالدين اللي ما يسحقوش الجلبه بلا ما يديرها. يا كاينين الاطباء موجودين، عاد الطبيب يدير التحليله للولد اللي جلب ليه. الله يرحم الوالدين. 13 سنه ضربت ليه اللقاح، تكونت عليهم ساعتين نمشي معاكم دابا للسبيطار فين نضربه، ساعتين هو غايب، ساعتين تقول لي لا هذا الشيء راه غير عادي، راه غادي يطلق راه حيت مخلوع الولد، لا طونسيون ما بقاتش باطلع هي تهبط، كله تيترعد عينيه بياضو. كشكوشه خارجه لي قال لك لا راه غير عادي. اش اللي عادي على هاد الدراري من صغرهم اللي تزادوا وما تيضربوا في اللقاح، عمرهم ما وصلوا لهذاك الشيء حتى لدابا، عاد ولا عادي.
واش هاد الفيروس عباد الله كاع حنا بوحديتنا اللي عندنا في المغرب كاع الدول الاوروبيه كلهم ولا امريكا ولا الاسيويه عايشين حياتهم طبيعيه الا حنا الا حنايا سادين علينا ما عرفتش اش بغاو ما فهمتش اش باغيين اش بغاو في هاد البلاد واش المواطن يسكادو ديالو ويزيد يحرق يخويها لهم ويخليها لهم هادشي اللي بغينا بغا هادشي تيقلبوا عليه تيكرهوا المواطن اكثر ما هو مكره اولا تيديروا شي حاجه من التحت ديال هاد ارتفاع الاسعار اللي غاديه وغاديه وتترتفع وندوزينها وراونا راسها لا ولا تغطيو على ارتفاع الاسعار تغطيو عليها بهاد جواز التلقيح هادشي اللي بان ليا ملي هاد الارتفاع غادي ما عرفتش فين غادي وغطاونا عطاش جواز التلقيح باش يسكتوا المواطنين انا شوف انا ما رافضاش التلقيح انا ما رافضاش التلقيح انا رافضه الطريقه التعسفيه باش تفرضوا على المواطن واش هاد الجسد واش هاد الجسد ديالي هاد الجسد ديالي ياك اولا ديالهم الا ديالي حره فيه ولا ديالهم يتحملوا مسؤوليتهم هادشي اللي تنعرف ماشي الجسد ديالي لا واجباري انك خاصك تدخلي ليه شي حاجه مازال ما عارفين لا تاثيراتها حتى شي حاجه ما تيعتقوكش هاني انا تنجري بنتي ما عتقنيش ما يعرفوك وما يعطيوك حتى الوقت ما تيعطيوه ليك وشكون هذا الشيء شكون بيتحمل مسؤوليه هذا الشيء اللي واقع دابا شكون هو هذا يورينا اي شي واحد غيتحمل المسؤوليه اولا القرارات العشوائيه اللي جلس تنص الليل ويطلق القرار هكذا علاه منا فين فنيات بلاد الحريات فين هو هذا المواطن الحر؟ ما بقيناش حرين على هذا الحساب، ولينا في بلاد العبودية، بلاد الديكتاتورية، التعسفية، اش هاد الإبطي هذا عايشين فيه؟ احنا صابرين، لا خدمة عامين هادي جالسين بلا خدمة، من 3/2020 والبيرويات كاع لي زاجون سادين، وحنا جالسين وصابرين، الدول كلها ما خدامين، الطيران خدام إلا المغرب، علاش فينا؟ مالنا على هاد السلطوية هادي؟ كاين تطبيق القانون كاين مناقشه بعدا حوار مع المواطنين علاش داك البرلمان كله هو 50,000 واحد وفي الاخر ما قادرين يوصلوا حتى النتيجه هي قرارات في نص الليل ينعس تيقول عليهم خويت لك القرار اش هاد البلاد قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي